بالله عليك مي حلوة. والله حلوة كتير، استقبلني بها في المطار. اسمعي طلع علي ضحى، نعم إذا جبت 6 مليون بدي أجيب شو اسمه أيام بشتاوي، خلي يغني لك إياها. والله والله يا والله لا، خلي يا يغني لك إياها. الأردن يا ربي. والله يا ضحى خلي يغني لك إياها. اللي صوروا الفيديو إذا ينزلوا اسمعي يوتيوب هذيك المرة، والله هذيك المرة وسبحان بضحى مليون، حتى نعمل احتفال في الأردن يا حلوة وتجوا أنت. ضحى. اليوم شفت ضحى بشارع تونس، كانت تتصور مع المتابعين. انتي لا لا ترد عليها، انا شفتها بعيوني، اللي بده ياكلهم الدود. شو يضحى ود عيون نقول راح شو ياكلهم الدو. راح ياكلهم الدود حكم الاول. ضحى حكم الاول، شو هو؟ في متابع بعث لي صوره إليك فاتح انستغرامك ومصور، صور صورة وهو عند القدس. انستغرامي انا في القدس أقسم بالله يا ربي بارك فيه، على ذيك هو ما تشيلش. هو بعث لك اياها وانت ما شفتيها، بعث لي اياها. ابعتها لي انت. بعث لك اياها بس خلص لايف. حكم الأول ترني على مطعم شاورما وتطلب منه سندويشتين فلافلة. ما عندناش فلافلة في تونس. عادي رن على مطعم شاورما وقول له بدي سندويشتين فلافلة. شو بتسوي؟ في مطعم الشام هنا عنا في العوينة، تعالوا شوفوا. يلا رني. هو الشام أكلات سورية الحق اللي عنا في تونس، مشاوي زين الشام عنا في العوينة غستو به. رح رن على حلو حلو، رني على رني على تاع المشاوي وقولي له بدي سندويش تنفع. افتح سبيكر 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 سبيكر. ما يرنش فيه. ألو، عسليمة، لاباس؟ الحمد لله. شنو أحوالك؟ عايشة مشاوي الشامة؟ بلي عندكم فلافلة، سندوتشات فلافلة؟ فما فلافلة في تونس؟ خاطر أنا كنت في سوريا وماشية الأردن، قالوا لي ما فماش فلافلة. صحاح صحاح كيما في سوريا؟ مادام فيدي فيدي فما موجودة فيدي. وسع بالك أختي، علاش باش تعيط شوية؟ معناها احكي بي معاك. بي بي مانيش نجاوب فيك مادام. أي المهم، فما فلافلة؟ فما فيدي مش فيدي فيدي نعرف بعرفها الفيليف اللي كان مدور عندي انا بالقناة بتاع السوري. بالله لحظة نسأل زوجي جنبي، الفليفة اللي مدورة؟ هذيك مادام مدورة بالقناة. احكي احكي عادي، احكي احكي، الفليفة اللي مدورة؟ أي مدام مش سمعتك، تكلم تكلم مدورة تكلم مدورة. أم تكلم. ألو، وي تسمع فيا؟ هو زوجي أردني، هو حابب ياكلهم. تكلم، هاي معاك، تكلم. ألو، عسلامة عسلامة عسلامة، لباسة ألو بدي سندويشتين فلافل مدورة.
اي مثلا فادي فلم تعمل لي بالحمص، فادي في السورية اللي بالحمص اي سورية مدام بالحمص. سكرت عليها ما عجبتنيش، تعرفش تحكي ليش هيك تصرف معنا ضحى؟ ليش والله تعامل فينا معاملة مش حلوة. ليش تعاملنا يا ضحى؟ ليش قتيلة؟ مشاوي الشام اللي في العوينة حاطين بنايه مش حلوه، راه هيك تحكي معانا؟ انا زوجي جايبته من الاردن راح استضيفه، هيك تحكي معانا؟ مشاوي الشام والله لازم ترن عليها يا ضحى، لازم ما تسكتي لها. شايف الاسلوب اللي بتسولفوا معي؟ وازعلتني. لا هي معاك انت حلوه انها تعاملت معاك كذا، لكن معي انا معك كمان مش حلو تسولف معك بهذه الطريقه. رن عليها وقولي لها، قولي لها هذا مش اسلوب بتسولفي معي. رن عليها. الحكم الثاني لا تسكتي لها يا ضحى. مطعم تونسي وتقولهم بدي كسكسي. ايش؟ تكلم مطعم في الأردن وتقولهم بدي كسكسي. سعيد الحكم الثاني أفوز عليك الجولة هذه. قولهم بدي صحن كسكسي. طيب يلا. في مين يطبخ كسكسي في الأردن؟ والله راح تشهيه هنا والله. إذا فزتي برد على مطعم هسه. بص تكلم في، تكلم في. وي أختي. ألو. وي. بدلنا على اللقط سمعتك. ليلي سامحني، بدلنا باش ناخذوا حاجة أخرى من مطعم آخر. سامحني بدلنا باش ناخذوا حاجة أخرى من مطعم آخر. سلامة. كبسو يسعد دينك والله العظيم. شكرا احمد يا حبيبي، شكرا سلطي. يلا يا جماعه التكبيس، يا جماعه التكبيس. بيسان الشريف، شكرا والله. ابو جسوم حبيبي، هاي مش حساب بيسان الاصلي. نجيب لك معايا قصتي من تونس. والله تنجيب لك الذوق والله. ليش خلص تعمليها عندنا بالاردن؟ ليه ما لقاش البنه التونسيه عنا الهريسه العربي لازمها؟ ليه ما يجيش بالهريسه العربي؟ الفيح تونسي، كسكسي لازم يجي بالفيح التونسي. خلص شو اسمه، والله بس تيجي كل شيء بتلاقي عندنا بالاردن. كل شيء بتلاقي عندنا بالاردن. كسكسي احنا نكون نحبوا كسكسي جويد ديري. خلص عندي أمي سيفة كسكسي تعمله بنين بنين مش نورمال والله. أنا بالنسبة أنا ضحى أمك شكلها زاكي. جننتني والله، جننتني. شنو لا شنو الهبل؟ باي ارحل ضحى. نعم أمك شكلها زاكي. إي وعندها قولي والله. عندها سيفت ملوخية. بتعمل ملوخية؟ اي ارحم يا بعد قلبي والله. شكرا لكم سام يا عمري، الله يعز أرضكم. شكرا ضحى. والله يا ضحى ما بمزح، والله جد بسولف. نعم نرفزني. خلي باب محلول. عليه خليه هاي. خلي باب محلول. شايفة ارحب. ايش طيبت يا مريم؟ دبي يا حبيبي، شكرا سام، الله يسعدك. مصطفى يا عباد قلبي، الله يعزك يا عمري، والله شكرا. عزوز علبوة في الطيارة. سلطي يا عمري. أختي حماد أختي رح طيب لك كسكسي تذوقه. إيش؟ حماد أختي. رح طيب كسكسي تبعته لك. يا رب إن شاء الله. هي بالأردن عنا؟ يا ودينا بالأردن، عندي ستة مري بالأردن عندهم غادي. هيا هاي دي هبلتني هاي. هي عنا بالأردن؟ دي ليه؟ حماد أختي. هي عنا بالأردن؟ دي اسكت علي، وين بالأردن؟
لحمه اختي كيفاش في تونس؟ في مطاعم تونسيه هيك؟ هيا هاي. واش حماد اختي في الاردن ولا لا؟ تي كيف بالاردن؟ انت قاعده بتقولي؟ حماد اختي تونسيه، اختي متزوجه شاب راجل تونسي. امانه؟ هذا اختي اللي حكيت لك عليه، راجلها مشى يصلي الجمعه الاولانيه بعد ما عرس بها، وبعد ريحته بالجامعه ما عادش فاهمه منها. هذا لا تعالي تعالي هذا اللي حكي لي عرسك انت والله كونترا طيب راكم الناس الكل هبطوا. شكون هذا؟ سكور وطار علي تيرا ارحب يا عمري يا مصطفى يا بعد قلبي، الله يرزقك. شكرا يا بعد قلبي يا عود علي. أيضاً أقسم بالله دبي حبيب قلبي سام، والله العظيم إنكم قويين، أقسم بالله شكرا من قلبي والله شكرا، الله يعزكم يا بعد قلبي والله. حملي الحكم الأولى. الحكم الأول ضحى. ها؟ ضحى اسمعي. الحكم الأول. رني على بلال. ديما يقول رني على بلال هو. ترني على بلال، شو تقولي له؟ قولي له ميكس ضرب سيارته من الباب للباب. ايش قولي شن دخلي فيها؟ أمانة ايش انت تبقى في تونس يجيك وين انت؟ في الأردن ايش بش يعمل لك مسكين هو في تونس وانت في الأردن؟ هو مين اللي بدي يجي معك على الأردن؟ بلال ولا شو اسمه؟ بلال بلال. والله لا خليه ينفض لي سيارتي بس يجي والله إذا أنه معلم. عبتا تشوفه صعب صعب شو؟ بليله من المطار ميكس، الله يرضى عليك يا ميكس، الله يرضى عليك، لا تقول لي لا اردن لا عمان لا اربد، الله يرضى عليك. يا ميكس الله يرضى عليك. صعب بليله. ليش ليش؟ شبيك يا ولدي؟ تعرف انه بلال اصغر من اخويا نور، نور الكبير وبلال نور اكبر واحد وبلال اصغر، نور مش صعب وبلال صعب. بلال عصبي بلال؟ اي صعب. لا انا وبلال نتفاهم، يعني انا راح تكون سفره كتير حلوه لانه بلال يضحك كتير. سبع نتك سبع نتك سبع نتك انت تيلكم سبع نتك تيلكم يا سبع نتك يعلق عندك يعلق. قولي والله. نداء لقميم صلحوا النت الله يرضى عليكم. نداء لقميم صلحوا النت. عيدي عيدي بالله عليك تعيدي، أسألك بالله تعيديها. نداء لقميم نداء بتصليح النت في قميم الله يرضى عليكم، ضحى قريبا راح تعيش في قميم. تعالي ما نلقوا برفع مخزن، مش معقول ما تقلوا. يلا ضحى هسه انا راح اقلب الكاميرا تمام. ايش فيه هذا طيحبت في السيود على وجهي يا مصطفى؟ خي مصطفى 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 يا مصطفى، انا اغنيه تونسيه مصطفى يا بعد قلبي. يا عمري يا مصطفى شكرا، الله يعوض عليك ويسعدك، الله يرزقك. شكرا ضحى ضحى
نزلت أغنية في والله إنك قوي يا مصطفى، أقسم بالله، بالله عليكم يا إخوان الضيف ومصطفى، أمانة الله بالله عليكم. وضحى نعم يلا شبيه. أنا راح أقلب الكاميرا على برج أورنج، تمام؟ مش في الأردن يا جماعة، يا جماعة كل تعليقاتكم أنت في الأردن، أنت في الأردن مصطفى، أنت لو كنت في الأردن والله العظيم شكرا أقسم بالله. أنا فاتحين لكم لايف مع بعض بايدة في دبل بدي اخلط بدي اخلط شو اسمه ضحى ميكس بالاردن راح لايف مع بعض ولا هيك بعاد على بعض؟ لا مع بعض، مع بعض بالاردن، بس تيجي راح نفتح انا وياك لايف من تليفوني عادي، نفتح لايف ونكون سوا ونطلع مع الناس يعني. نطلع احنا قدام. فهمتي؟ هاي الدبل يا عيال الدبل. اشوف باركيا شخص موجود يا ربي.